بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا المرحلة الثالثة CS and IT. نكمل محاضرتنا لمادة الويب ديزاين and بروجرامينج ستايلينج HTML with CSS الجزء الثالث. اليوم راح ناخذ الكلاس and ID attributes. أول شيء ناخذ الكلاس attribute. وش نقصد بيها؟ بالنسبة للكلاس اتريبيوت اقصد بيها انه ناخذ مجموعة من عناصر ال HTML، تاجات ال HTML مجموعة من عدها، انطيها اسم كلاس واحد، وهذه المجموعة من العناصر ال HTML راح تحصل على نفس الستايل. فاذا احصل مجموعة من العناصر بستايل واحد. ناخذ مثال يوضح هذه الفكرة. انتبهوا على هذا المثال. هنا خلي نشوف البادي، خلي نشوف هنا البادي شنو عندي. هنا مستخدمة أنا الديف. الديف هو شنو؟ يعني كأنه جزء داخل الصفحة. هذا الجزء حيكون خاص إلى خلفية، إلى خط معين، إلى نوع خط معين، فهو حيكون جزء خاص داخل صفحتي الـ HTML. هنا أنا عندي الديف الأول يحتوي على، طبعا الديف ممكن يحتوي على اكثر من element. فهنا الديف الاول يحوي على ال H2، تاج ال H2 و تاج ال paragraph. وهنا الديف الثاني ايضا H2 و paragraph. وهنا الديف الثالث ايضا H2 و paragraph. طيب الديف الاول انطيته اسم كلاس مثلا cities، وهذا الاسم خليته بالديف الثاني، وهذا الكلاس ايضا خليته بالديف الثالث. هذا وين؟ بالبادي. هنا أنا عندي بالهيد عندي ستايل وسلاش ستايل. قبل تذكرون المحاضرة الأولى من استعملنا الامبيدد ستايل امبيدد سي اس اس. هنا أنا شنو كان عندنا نخلي بالهيد؟ نخلي اسم التاج. يعني هسه مثلا اذا انا اريد اخلي لل H2 will be style معين، هنا أنا اخلي H2 فارزة P، واخلي هذا الاتريبيوت راح تصير خاصة لهذول التاجين. لكن انا هنا شنو اريد؟ اريد انه هذني ال يعني ال H2 will be، وهاي ال H2 will be، وايضا اكو H2 be ثالثة، أريدهم ثلاثتهم يكونون بنفس الستايل. فهنا أنا شنو راح أسوي؟ أنطيهم اسم كلاس. هنا أنا أنطي داخل البادي كلاس يساوي دبل كوتيشن، وأنطي اسم كلاس مثل هنا أنا سيتيز. هذا الاسم من عندنا إحنا نخليه، إحنا نحدده. زين هنا أنا داخل الستايل أخلي دوت، وهذا الاسم مال كلاس. طبعا هنا أنا هذا الاسم لازم يكون نفس السبيل مال هاي الاسم. اذا حرف ناقص او كابيتال لتر سمول لتر كلها تاثر، فما راح يشتغل صحيح. فلذلك انا من اخلي الاسم هنا يفضل انه اقول له كوبي وهنا بيست، حتى اضمن حتى اذا اكو فراغ يعني ياثر على الشغل مالتنا. فهسه هنا عندي صار عندي هنا ثلاثة جلاسات. هذا هو الجلاس الأول، وهنا الجلاس الثاني، وهنا الجلاس الثالث. كلها حيصير عندهم نفس الاتريبيوت اللي هي مثلا باك جراوند كولر انه تكون يلو، وال نخلو لون الخط هو بلو، وعندي محددة ميرجينج وبادينج. فمن حسوي ران راح يكون الصفحة مالتنا الاوتبوت مالتها بهذا الشكل. هذا هو الديف الاول، وهذا هو الديف الثاني، وهذا هو الديف الثالث. اي تغيير اغيره هنا داخل هذا الستايل راح يتغير الاوتبوت مالتنا في الصفحة الويب. هذا الجزء هو امبيدد. ممكن اسوي اكسترنال انه اخذ هذا الجزء اخليه فايل خارجي، وهنا بالهيد اخلي اللينك. هذا هو الكلاس. اذا الكلاس انه انطي داخل ال يعني هنا انا بسوي تدف. هسه انطيكم مثال اخر انه لا داخل التاج اخلي الكلاس.
فأخلي إجلاس اسم معين، أجي أستخدم لا تنسون هاي الدوت وبعدين اسم الإجلاس، وأفتح القوسين مثل ما تعلمنا وأضيف الأتربيوت اللي أريدها. هذا هو الإجلاس. زين، هنا أنا أريد يعني هو هنا دا أقول الشرح مالتنا أنه نضيف النقطة قبل اسم الجلاس، وبعدين أضيف الستايل مالتي داخل أما الهيد أو الإكسترنال فايل. هنا شنو عندنا؟ مثل ما قلت لكم راح أخلي الجلاس داخل تاج ال HTML نفسه، يعني ما أستخدم div. فسبعه على البادي مالتنا شنو عندي؟ عندي H2 و B، هذه شنو؟ باراجراف، و H2 عادية. هذا هو الاوتبوت مالتها، هذا هو ال H2 وهذا هو الباراجراف، هذه عادية ما بيها أي اتربيوت ديفولت دي يشتغل، لأن أنا ما خالة أي سمة. طيب، لكن ال H2 الثانية انطيته جلاس وانطيته اسم سيتي، اجي هنا على الدوت سيتي اشوف ان الباك جراوند كلر اللون احمر واللون الخط ابيض والبادينج 10 بكسل. هذا هو الاوتبوت للهيد ال H2. هنا الباراجراف ما بيها اي سمة، ظهرت عادية ما بيها اي شيء، لكن ال H2 الثانية هاي الأشتو الثانية حيكون لأنه كلاس، لأنه عندها كلاس راح تأخذ الأتريبيوت منه، فراح تظهر بهذا الشكل. الأشتو الثالثة راح تظهر بهذا الشكل لأن ضفت لها كلاس. هسا أي واحدة من هذولا أرفع منها الكلاس، أخلي أشتو فقط يعني بدون هذه الكلاس، راح ترجع تصير مثل هاي. فهنا شنو عندي؟ أكثر من إليمنت انطيتهم نفس الكلاس ظهروا بهذه السمات، هاي السمات اللي ظهرت بها. هذا هو الكلاس. اما الاي دي اتريبيوت، الاي دي اتريبيوت هو شغله يشبه شغل الكلاس. الفرق بيناتهم اولا انه هنا أنا استخدم الهاش بدل الدوت. ايضا اي عنصر من عناصر ال HTML والصفحات مالتي اريد اضيف لها اي دي اتريبيوت، هنا أنا اخلي اي دي يساوي، خلينا نشوف المثال. شوفوا هنا أنا عندي هذه الاتش 1، هذا تاج الاتش 1، اقول له اي دي يساوي وهنا دبل كوتيشن مارك وانطيه اسم الاي دي. هاي يشبه منه؟ يشبه الكلاس، ماكو فرق، بس هنا أنا اي دي هناك كلاس. زين، هنا من اجي على داخل الهيد بالستايل، هنا ما اخلي دوت واسم الاي دي، لا اخلي هاش والاسم. هنا الاسم مالتي ماي هيدر، هنا هاش ماي هيدر. ليش؟ لان هنا اي دي. زين، هنا انا انطي الاتريبيوت اللي اريدها في المدى تشوفون، فتشوفون هنا عندي اتش 2 هذه the id attribute، ها هي the id attribute، طلعت مثل بدون اي سمة default لان ماكو عندي هنا سمات خالة اني. والباراجراف هذه هياتها نفسها ماكو اي سمة، لكن ال h1 اخذت السمات من هنا. عندي هي ال alignment يكون left مثلا، البادينج 20 البلاك، فظهرت هذه ال h1 بهذا الشكل. زين، هنا أنا شنو عندي؟ ممكن إنه الاي دي اتريبيوت أخليها لعنصر مثال آخر، يعني أضيفه لعنصر آخر مثل ما دنشوف. عندي هنا باراجراف وهذه باراجراف، ولكن هذه الباراجراف الثالثة حتكون ديفرنت مختلفة، فأضيف لها اي دي، فقط أضيف اي دي يساوي وأنطي اسم. اجي هنا داخل الهيد وداخل الستايل هذي اقول له هاش ونفس الاسم B01 الكالر مثلا بلو، فظهرت عندي هاي الباراجراف بشكل مختلف. فاذا اريد اسوي اي دي اضيف اتريبيوت الاي دي او اضيف اتريبيوت الكلاس داخل صفحات ال HTML،
انه اخلي هنا اما ID او class وانطيه اسم معين. هذا الاسم استخدمه هنا، اذا استخدمت class انطيه dot واسم الكلاس، واذا استخدمت ID اعطيه هاش واسم الID، وبعدين قوسين واضيف الاتربيوت اللي اريد اضيفها. زين، اذا معناه شنو صار عندي؟ صار عندي انه الهاش الID والكلاس ماكو فرق بيناتهم، صح لو لا؟ يعني هسه مثل ما بدنا نحكي هنا انه الفرق انه هنا استخدم الدوت المن للكلاس، واستخدم الهاش المن للID. الفرق الوحيد بيناتهم انه لما عندي لما اريد استخدم الاي دي، هذا الاي دي استخدمه مره واحده لعنصر واحد من عناصر ال HTML، ما اقدر اكرره. لكن بالنسبه للجلاس لا، ممكن استخدمه اكثر من مره وش قد ما اريد وين ما اريد. ناخذ مثال حتى نفتهم هذا الشيء اللي نقوله. عندي مثال هنا، شوفوا احنا انا احكي على البادي. البادي عندي H2 وبي ما بها اي سمة، هذه هي ال H2 وهذه هي ال P بدون اي سمة، ظهرت على الديفولت. زين، هنا انا شنو عندي؟ عندي H1 خليت بها ID، ال ID اسمه ماي هيدر. زين، من اجي على هنا على الستايل هنا اللي عندي الهاش ماي هيدر، ماخذ هذه الاتربيوت هنا الماي هيدر، هذا الجزء اخذ الاتربيوت من هنا انه الخلفيه لونها ازرق، الخط لونه بلاك، عندي البادنج 40 بكسل، الالاينمنت سنتر بالوسط. زين، شوفوا هسه هذا الاي دي استخدمته ماي هيدر، اذا استخدمه مره واحده ما اكرره مره ثانيه، بينما عندي هنا H2 H2 عندي سيتي كلاس سيتي، وعندي هنا ايضا H2 كلاس سيتي، وعندي هنا H2 كلاس سيتي، فعندي ثلاث كلاسات كل واحد من عندهم هذا هو الاتربيوت مالته هنا دوت سيتي. اذا قدرت اكرره اكثر من مره، ولذلك تشوفون كل H2 بالبراوزر ظهرت لي نفس الستايل. من اخذها؟ اخذها من هذه السيتي دوت سيتي. فاذا الفرق الوحيد، طبعا هو تشوفون الشغل نفس الشغل، لكن بالاي دي استخدم الهاش، بالكلاس استخدم الدوت. الفرق بين الاي دي والكلاس انه الاي دي استخدمه مره واحده، واما بالكلاس استخدمه اكثر من مره. طبعا انا هسه هنا شنو مسويته؟ هذه الجزء خلته داخل هاي الصفحة، لذلك هذه الستايل تابعة لهاي الصفحة. إذا أريده لكل صفحات الويب، هذا الجزء هذا من هنا لهنا، هاي الجزء لهنا، وين أودي؟ فايل خارجي، وأخلي هنا لينك رابط. راح شكو عندي صفحة HTML بيها هذا الID، هو موجود يعني في صفحة معينة أو بها أي جلاس من هاي الجلاسات، راح تاخذ الستايل من هنا. وها هي محاضرتنا اليوم، وشكرا جزيلا، وإن شاء الله نتواصل نكمل نضع السمات للرابط للصورة عن طريق الـ CSS. شكرا جزيلا وموفقين إن شاء الله.